ماذا تعرف عن الجيش الأحمر؟ الجيش الأحمر هو الجيش السوفيتي الذي قامت الحكومة الشيوعية بإنشائه بعد الثورة البولشفية التي وقعت سنة 1917، وقد اتسم هذا الجيش بسيطرته السياسية العالية، حيث تكون من أكثر من 20 مليون شخص خلال الحرب العالمية الثانية. تسببت الثورة الروسية سنة 1917 إلى تفكك الجيش الإمبراطوري والبحرية الروسية، بالإضافة إلى تفكك العديد من المؤسسات الأخرى في روسيا. وبموجب الحكم الذي أصدر في 28 من كانون الأول سنة 1918، تم إنشاء الجيش الأحمر من العمال والفلاحين الروس. وقد كانت بداية انطلاق الجيش الأحمر عندما شاركت الوحدات الأولى لهذا الجيش لأول مرة في القتال ضد الألمان، الذي اندلع في 23 من شباط سنة 1918. وفي 22 من نيسان في نفس السنة، أصدرت الحكومة السوفيتية حكم التدريب العسكري الإلزامي للعمال والفلاحين، ومن هنا كانت بداية الجيش الأحمر. ويرجع الفضل في تأسيس هذا الجيش إلى ليون تروتسكي، وهو مفوض الشعب في الفترة ما بين عامي 1918 و 1928 و 24 عفوا، حيث قام بسلسلة من الإجراءات لإنشاء جيش نظامي، واستمرت جهوده في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية. وبدأت الحكومة في إنشاء كادر قيادي مكون من ضباط سابقين في الحكومة كخبراء عسكريين، وعملت على وضع خطط تدريبية للعمال والفلاحين ليصبحوا قادة في الجيش الأحمر. واجه الجيش الأحمر مشكلة إنشاء فيلق ضباط من الضباط السابقين للجيش الإمبراطوري، وفي سنة 1921 كان هناك حوالي 50 ألف ضابط من الضباط الذين يخدمون في الجيش الأحمر، وازداد عدد أعضاء الحزب الشيوعي بين صفوف الجيش الأحمر من 19 إلى 49% خلال الفترة ما بين 1925 و 1933. وفي سنة 1937 أدت عملية تطهير جميع المعارضين بقيادة جوزيف ستالين إلى إضعاف قوة الضباط والحد بشكل كبير من كفاءة ومعنويات الجيش الأحمر، ولكن سرعان ما ظهرت مجموعة من القادة الشباب بقيادة الاتحاد السوفيتي إلى النصر في الحرب العالمية الثانية. وبنهاية الحرب العالمية الثانية بلغ عدد القوات المسلحة السوفيتية 11,365,000 ضابطا، ولكن بدأت عملية التسريح مع نهاية سنة 1945، وفي بضع سنوات أصبح عدد القوات المسلحة أقل من 3 ملايين جندي. وفي سنة 1946 تمت إزالة كلمة أحمر من اسم القوات المسلحة.